باعتبارك طالباً فإنك تتعلم الكثير من الأشياء كل يوم، بإمكانها أن تكون مصدر إلهام لأفكار جديدة مبتكرة تعود بالنفع على بيئتك المحيطة وتسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. استخدم أفكارك لإقامة مشروع عملي على هيئة نموذج تطبيقي مصمم لزيادة كفاءة استهلاك الكهرباء أو الماء أو كليهما في منشأتك التعليمية. سجل الآن واطرح مشروعك ضمن فئة مشروع الترشيد المتميز واربح 25,000 درهم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط www.diwa.gov.ae. تطبق الشروط والأحكام. آخر موعد للتسجيل 14 ديسمبر 2017.